يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، ونشرة رياضية إخبارية جديدة من قناتكم المفضلة دائما قناة النادي الأهلي. أكيد دايما معنا أخبار كتير سواء بتتعلق بالأخبار المحلية أو أيضا الأخبار العالمية، ويمكن في أخبار عالمية النهاردة مهمة جدا، مفاجآت كبيرة جدا بالتحديد لنجوم ريال مدريد، لكن هنتكلم عن الأخبار واحدة واحدة. خلينا كالعادة نبتدي بأخبار النادي الأهلي، وده أكيد أهم شيء بالنسبة لنا وبالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي، كل ما يخص النادي وكل الجديد في داخل جدران النادي الأهلي. الخبر الأول معنا هو الأهلي يتخذ الإجراءات القانونية ضد التجاوزات في حق مجلس الإدارة. مجلس إدارة النادي الأهلي قرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية تجاه التجاوزات التي جاءت في حق النادي ومجلس إدارته عبر وسائل الإعلام، ودي أكيد خطوة مهمة جدا جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي عشان يتم إغلاق بقى هذا الملف، والنادي الأهلي أكيد مش هيسيب حقه بأي شكل من الأشكال، وبالتحديد كمان من خلال الإجراءات القانونية. ده الطبيعي وده اللي اعتدنا عليه من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي. خليني أعيد عليكم الخبر مرة تانية لأنه خبر غاية في الأهمية بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي. مجلس إدارة النادي الأهلي، وده بيان من قبل مجلس الإدارة مش مجرد خبر، مجلس إدارة النادي الأهلي قرر اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية تجاه التجاوزات التي جاءت في حق النادي الأهلي ومجلس إدارته عبر وسائل الإعلام، وأكيد أنتوا كلكم تابعتوا وشفتوا الدنيا كانت ماشية إزاي. فخطوة أكيد مميزة ومهمة جدا من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي، اللي أكيد كل جمهور وأعضاء النادي الأهلي عندهم ثقة كبيرة جدا في هذا المجلس بقيادة الكابتن محمود الخطيب في عدم التخلي عن حق أو أي حق من حقوق النادي الأهلي في مختلف المجالات، بس مش في الأزمات الأخيرة.